بالنسبه لي انا الصحافه اهم شيء، وبطلت نقري في جامعه السربون لان نحب نكون صحافي، يعني خاطر الصحافي عندك تاثير على الناس، يعني عندك انت الصحافه يعني مكتوبه مرئيه سمعيه وباللغه العربيه والفرنسيه، يعني سيانه ما عنديش اي اشكال. تكويننا كان يعني في سواء كان في المعهد بتاع الكاف ولا في مدرسه ترشيح المعلمين، يعني كنت ترشيح المعلمين وبعدين قطعت ولا يعني في الجامعه عامله هنا في الجامعه وبعدين مشيت لفرنسا. لا الصحافه ثمش خير بالصحافه اذا كان يحبها، يعني اذا اي مهنه اذا كان ما تحبهاش تبدا تثقل عليك، اما اذا كانت تحبها تعطيها من قلبك وهي ترد عليك، هي ترجع لك، يعني ما ثمش مهنه تحبها وما ترجعش ليك، ترجع لك حتى يعني معنويا. انت وقت تمشي في السماح، نتكلم على روحي انا، تمشي في الشارع واحد يقول لك لا تعرف ولا تدري، صح السي خميس والله ياك مره راه وكذا وكذا، يذكر لي في حاجه اللي انا نسيتها، يعني وبالاخص حتى في التلفزيون ولا الاذاعه على باهي المعنى. كتاب الا حينما اصبح الجمل لاحما بالفرنساوي، كون دروماديغ دوفان كارنيفور، خاطر هذا يعني خدمت بك اللغه الفرنسويه القديمه وكتبت اللي نحب، وحتى في سبان وفي واحد لكن بلغه فرنسويه اللي يعني نتاع القرون الوسطى الى اخره. فهذا الكتاب يعني لانه واحد يجمل حب، قالوا له كيفاش انت راك اصل الدنيا وانت لازم تكون كل شيء ضربت في راسه بالحق. الجمل هو يعني شق الصحراء وعمل 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 وبدا عاد سبعني بكيف تضرب في روحه وبدا في الغابه يحكم. شاف الصيد قال له ايش فيه؟ قال وانا وانا وانا، قال عم خي، قال وانا هو ملك الغابه تتقى قلبي هنا وكلي. فهذا اللغه حلوه قديمه. شي مثل لي يعني مصر، ومش حتى مصر بس اللغه الشعبيه، يعني القاهره، والقاهره اللي هو حي بولاق، حي بولاق اللي هو مقابل الزمالك، وحي بولاق هو افقر يعني حوم بتاع القاهره، وقدامه الزمالك يعني النيل ما بيناتهم اللي هو اغنى. فصلاح يعني كان بالنسبه لي انا في الاول وقت قال لي انور عبد الملك حبيت نعمل رساله دكتوراه بتاعي، حبيت نعمل رساله مقارنه ما بين صلاح ابو سيف ويوسف شاهين وتوفيق صالح. انور عبد الملك قال لي لا، قال لي هذه يعني ما تجيش، وقال لي لازم تختار، وما عرفش علاش اخترت صلاح ابو سيف. اخترت صلاح ابو سيف بعد وقت جيت نفكر نلقى، لانه ثم حادث وقع لي في الكيف وقت كنت انا في المعهد في الكيف، كنت يعني في المبيت ونهار الاحد بتعرف يعني نهار السبت العشيه ونهار الاحد الدور الكيف دور تعمل دورتين ولا ثلاثه بعد كده فراغ كل شيء ما عندك ما تعمل. دونك في قاعتين سينما توا ما عادوش، في باتي وفي سيرتا. باتي تبث او تعرض افلام امريكيه وايطاليه وفرنسيه، وسيرتها تعرض افلام مصريه وهنديه. وقتها مشيت نشوف في افيش، شوف شباب امراه فيه اسمه شاديه، وشوف شاديه وشكري سرحان وسمحني وانا مضروب في شاديه وكل شيء، ومشيت الفيلم يعني باش نشوف شاديه، وطلع لك الحكايه ذيك اللي في راسي كلها فشوش. اكبر واحده هي تحيه كريوكا، وتحيه كريوكا كبيره هكا في الفيلم، وهي يعني حاطه يدها على شكري سرحان واخذته من عند شاديه وكله يعني، ويكبر منه يعني، وفي الاخر يعني يقتلوها لان هي عندها تاثير عليه يعني. وتحيه كريوكا من اعظم الممثلات المصريه، فهذه الاسباب اسباب يعني ذاتيه، وهو التزن تاعي على بالعربي شعور قومي في افلام صلاح ابو سيف، لكن بالفرنسوي لا نومي دون الفيلم لصلاح ابو سيف، يعني لا نومي اللي هو وقت انت عندك خط
تمشي للخط في فترة من الفترات تعيد على الخط هذاك. يعني علاش وش ثم؟ فهذه هي يعني الدراسة يعني. بس هي أول مرة يعني يعترف بي في بلادي. لأنه يعني تونسي وخدمت في فرنسا وخدمت يعني في مصر وخدمت يعني ودور تسليل أمليلة وحارة اليهود كما يقول. لكن هنا في تونس يعني شكون هذاك وذاك بني. أول مرة يعني قالوا والله عندنا واحد يعني اللي هو زار وكتب وعمره ما تنكر البلاد ولا تنكر ثقافته، حتى وإن كانت عندي ثقافة علمانية يعني نمشي أكثر من هذا، مشيت إسرائيل يعني وسبوني وستغوى، أنا ما مشيتش إسرائيل، مشيت إسرائيل بدعوة من حنان عشراوي وفيصل الحسيني، يعني وهم الاثنين مش هم يعني خوانا للقضية الفلسطينية. فقدم كأني في يمثل لي حب الحياة والمعرفة، وديما الصحافي يعني إذا كان يقول ما نمشيش البقعة الفلانية يزم الصحافي يمشي كل بقعة وحتى وإن كانت محرمة، لأنه من غاديك هو ينجم يكتب وينجم ينير الناس وينجم يعطي معلومات إلى آخره. وسفري يعني كان من أهم الأسفار يعني اللي قمت بها، درتها مشيت لأمريكا ومشيت لروسيا ومشيت يعني أمريكا يعني كندا، مشيت لروسيا، مشيت يعني عديد بلدان الأوروبية. السفر اللي أثر فيا ياسر 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 هو سفر لفلسطين وإسرائيل. مئة سنة يعني أن أول فيلم اللي هو يعني زهرة بتاع شمام شكلي واللي مثلت في بنته يعني، لكن مئة سنة يعني ما كان من 28 بعد كان نستناه يعني يمكن فيلمين تعملوا يعني، وبعد كان نستناه حتى يجيوا 66. لكن يعني إذا كان سنة ممكن نقولوا مئة سنة من الصورة متحركة التونسية، على خاطر ثم يعني ليزاكتواليتي يعني وثم إلى آخره اللي هم مع الأسف يعني هزتهم فرنسا معها، وبعديك يعني رجعنا أعطتنا شوية منهم إلى آخره، وأحسن هزتهم على خاطر لو كان خلينا من هنا رم شو في قمرت. ف يعني يمثل شنو؟ يمثل أنه السينما التونسية فكر مختلف عما هو موجود في الدول العربية يعني، وهذا آتي من مش سينما فقط، آتي من نوادي السينما. نوادي السينما كانت موجودة في كامل تراب الجمهورية يعني، كنت تكويني السينمائي قبل ما ندرس السينما والحاجة جاي منين؟ جاي من نوادي السينما، جاي من نوادي السينما بتاع الكير ونوادي السينما بتاع تونس لهنا. وكانوا يعني وقتها كانوا كليكوبيرون يعني المتعاونين يعني يجيو من برا الى اخره يعني، وتشوف انت في افلام يجيك والنقاش عمره ما كان فيه اصطدام ولا نتاع نقاش ومساله الهويه ومساله مش عارفين الحكايات هذه كل، ما كانش مجرد كنت تشوف فيلم يعني سوفيتي ولا تشوف فيلم صيني وتدرس وتناقش وكل شيء يعني بدون ما تقول لا انا عربي يعني. فتره حلوه تعلمت منها برشا 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 حوايج. وقت مشيت لفرنسا وانا اشتغلت لمده فتره طويله في فرانس كولتور في فرنسا الثقافيه، اللي تعلمته في الكاف واللي تعلمته في تونس عمري ما كانت في فارق ما بين النقاد الفرنسيين وما بين عبد الله. يعني الافلام اللي يتكلموا عليها انا شايفها وناقشناها سواء كان فرنسي سواء كانت امريكيه. فذلك التكوين نتاعنا كان تكوين يعني مهم. الله يذكر الله يرحم سي شادلي القليبي وسي طاهر شريعه وكل الطاقم اللي كان موجود. جرأة، وجرأة اتيه من انه ما ثمش ثقل المنحة التجاري. على خاطر اوكي عندك انت يعني في كامل تراب الجمهوريه يعني يمكن سبعة وخمسين لا 75 قاعه سينما، تو اليوم عندك 20 قاعه سينما، والقنوات التلفزيونيه ما تبثش افلام تونسيه، خلي بعدها الافلام الاخرى
زي علينا. فاللي بقى هو فيه جرأة متاع المخرج التونسي، يعني ما ثمش الثقل متاع التجارة وما ثمش الثقل متاع المنتج، وأنه كيما في مصر مثلا أنك أنت السيناريو يجب يأخذ قوالب يعني موجودة يعني باش يتوزع، لأنه في مصر يعني الفيلم معمول لكل الدول العربية مش معمول لمصر فقط. في تونس احنا معمول تونس قبل، مش حكيت لغة بالحاجة، لا لا، في تناول الموضوع والجرأة في تناول الموضوع، وبين مزدوجتين يعني مش مفهوم أخلاقي. قلت أحياء اللي موجود يعني بلي واحد يجي باندي باش يضرب واحد، يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم نضربك، باندي راهو باندي، فهذا موجود في السينما التونسية. باندي مش واحد متربي باندي، متربي حاجة أخرى. فهذه باهي السينما التونسية، وجاي لأنه ما عندناش إرث ثقيل. هو برشا أفلام يعني عن فيلم تاع نوري بوزيد، فيلم حلفاوي تاع فريد بوغدير، فيلم رضا الباهي الأولاني عتبة الممنوعة، فيلم تاع بوحيشي. اليوم لا سيما سؤال انا جاوبتك احتراما ليك، على خاطر انا ما نجمش عندما تقول يبقاو لا بقول يعني السينما تشوف افلام مثلا فيلم تاع اسمها الممثله في فيلم نوري بوزيد الاولاني اللي هي بطله التمثيل، وهي من اهم الممثلات التونسيات يعني على مستوى الاداء يعني، ويمكن مع الأسف فريمون تري 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 غراند كوميديان. مشت السينما العربية يعني يمكن نقول سينما ناطقة بالعربية، لأنه السينما هي صورة، والصورة ليست عربية يعني. الصورة عندما تشوف يعني المونتاج مش عربي، قليل ثم نصر خميس يعمل في مونتاج يعني حسب اللغة العربية، ثم بعض المخرجين اللي هم يبحثوا هكا في تركيبة اللغة العربية وكيفاش يعني ويعملوا المونتاج يعني المونتاج باللغة العربية يعني اسمه توليف، يعملوا توليفها اللي هي تقابل اللغة العربية، أما الباقي كله يعني سي مونتاج أوروبيان، المونتاج يعني جاي من الذهنية الأوروبية، ان غو بلون بعديكا اتسيتيرا بلون لارج وكله مش مع بعض يعني جاي. فالسينما التونسية يعني مع الأسف معناش إنتاج، معناش أنت وقت تشوف لك أنت الناس اليوم بديت عندنا 15 عندنا 8 قنوات تلفزيونية ولا واحدة تبث في أفلام على خوي أفلام تونسية يمكن، وعنا احنا ديزارشيف قد السماء موجودين في قمرت ارشيف يعني شفتوا حاجة تبهر. علاش ما يتفهموش حتى التلفزة الوطنية مثلا تاخذ تعمل برامج فيها كل الارشيفات هذيك، وتشوف تونس كيفاش كانت قبل، كيفاش كانت وكيفاش كانوا الناس وكيف يعني وكل الرقص وزينة وعزيزة وكل حكاية هذيك كلها، يعني تخلي التونسي متصالح نوعا ما مع الماضي متاعو، حتى وان كان على المستقبل يعني على لا يوريك اللي قلت المستقبل العاضر على لا يوريك. وانت حتى باش الناس يعني ما يسرقوش تحط عليها عندي غولون بشويه هكا مكتوب التلفزه التونسي باش الناس ما تسرقوش، خاطر نسرق يعني. فعندنا ارشيف كبير موجود في قمرت يعني من ومحافظين عليه، الحاجه الباهيه محافظين عليه. ناقد سينمائي هو يعني اللي يخلي مش يشرح، على خاطر هو ما عنده يعني منين جاي عنده معرفه كما كل الناس، لكن عنده سهولة التعبير، وواحد يخلي الناس يعني تمشي تشوف فيلم معين الى اخره. مازال موجود، غير هاني نشوف انا نقرا في الصحافه الفرنسيه ولاني موجود ناقد سينمائي يعني برواز نتاع كريتيك دو سينما يعني في جيرنو في دلاف الصحافه الفرنسيه، لكن حكيتش ليك على تونس لهنا ما عادوش، حتى الصحافه الثقافيه ما عادتش موجوده كل الصفحه،
يعني، واذا كان موجوده صغيره هكا شويه يعني يعني. هذاك مره يعني مع واحد ما نذكروش قال الساعه القسم الثقافي بعد الساعه 6 تقابلوا نعملوا اجتماع بعد الساعه 6 قبل لا كأنه هو يعني بعد الساعه 6 يلزم حاجه ويتلغى. مع ان الثقافه شنو هي؟ ثقافه شيء في اللغه العربيه هو تنحي منه كالنتوءات. ها يعني الثقافه هي حاجه في الفيزياء في الكيمياء في كل شيء ثم ثقافه، الثقافه موجوده. احنا مازال حتى لليوم وزاره الثقافه البيجي نتاعها قديش؟ بيجي 6% من ميزانيه الدوله. اخي كيفاش الناس باش تعلمهم وكيفاش باش تثقفهم وكيفاش الناس باش تخليهم يمنوا بـ 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 بالانتاج نتاع بلادهم، يمنوا ببلادهم ويكونوا يكلموا عن بلادهم الى اخره اذا كان عند 6%. وعندك انت يعني طبقه سي هاو عندي حلم نحب والله 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 نكلمك بصراحه نحب نعمله هو نعمل تحقيق الطبقه السياسيه التونسيه برمتها كما يقولوا كلها. يعني الناس الخبرات هكا يتكلموا هكا اخر كتاب قراه، اخر روايه زاد قراها، اخر فيلم شافه، اخر مسرحيه شافها، اخر اغنيه يعني ضربت في راسه وشوف شنية اللي شيء اللي يكون فكرهم. ها وانت دبر وقتك. مسابقة رسمية ما نجمش ياخذ فيلم يعديه من خارج النطاق العربي والافريقي. وكيفاش جات فكرة يعني عربي افريقي؟ وكانوا في الاول كانوا عملوها انترناسيونال. ها واللي خذا جائزة مرة في الدورة الأولى، الدورة الأولى كان جيغومي جيغاس يعني من تشيكوسلوفاكيا. ها يعني بعد ستار الشريعة وثم يعني نقاد فرنسيين مهمين مثل انريكو فالكينيوني مثل جورج سادول ناس يعني ثم سان بان عثمان طاهر وستار وسان بان عثمان كانوا اثنين مسمين ماشيين مع بعضهم. علاش وقت تعمل قرطاج طلع واكادوغو بعد عامين طلع واكادوغو بعد عام طلع واكادوغو بعد هيك قرطاج ولوا الاثنين يخدموا بين بعضهم. هذا جاي بانه ما تنجمش تطور روحك وحدك. يعني عندك انت القاره الافريقيه وعندك العالم العربي يعني يخدم عدم جاست هو اول مهرجان في ثلاث قارات. يعني اذا كان يجيو يقولوا لي مصر ومصر وقتاش مصر هنا الجزائر شيء المغرب. يعني جراه من طرف الطبقه يعني المثقفه التونسيه والاداريه التونسيه انها تعمل مهرجان وهي ما عندهاش فيلم. عمر خليب مازال ما كملش الفيلم نتاعو مازال ما عملوش ب 66 وجاو عمل مهرجان وناس جايين ويتكلموا ويتناقشوا ويتسترى وعنا ما عندناش يعني حتى فيلم. يعني لانه ثم رؤيه ثم استشراف انه اذا كان ما عنديش فيلم اليوم غدوه باش يكون عندي والمهرجان باش يكون. وما ثمش مهرجان لا في اسيا لا في افريقيا لا في امريكا اللاتينيه. هو قرطاج اول مهرجان حب من حب وكريها من كره. كون يعني وراها زاد الدورة 34 الحاجة الباهية أنه يقام المهرجان يهبط يطلع يعمل أما يزم يتقام المهرجان. ستار يقول إذا كان يوقف عام مات. دونك الاستمرارية.